السؤال الأول، اقرأ من قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. حسبك. ما شاء الله ما شاء الله، أحسنت، حفظك الله، صوت جميل وحفظ متقن، حفظك الله عبد الولي. بإذن الله نبتدئ السؤال الثاني، تفضل يا شيخ أحمد. السؤال الثاني، اقرأ من قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. ما شاء الله ما شاء الله، حفظك الله ورعاك عبد الولي.